أمير المؤمنين عليا ولي الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله العلي العظيم. حياتي تعيسة، ليست لي سيارة مناسبة لشأني، ولا دار لائق بمكانتي، ولا عمل يتلائم مع مكانتي الاجتماعية. الناس لا يقدرونني، أصدقائي يؤذونني، الأعراض الصحية بين فترة وأخرى تهجم علي، مشاكل، مآسي جعلت حياتي تعيسة. كلا، حياتك ليست تعيسة، بل حياتك جميلة. ليست جميلة بل هي رائعة. أنت من أحسن البشرية معيشة دنيوية. ما عندك دار مناسبة لشأنك، ولكن عندك دار، عندك شقة. مئات الملايين، كم العدد؟ مئات الملايين، لعله مليارات من البشر لا يملكون دارا ولا يملكون شقة. مئات الملايين من البشر ما عندهم مال يستأجرون شقة صغيرة. يريد أن يستأجر يحتاج إلى أن يقترض، ما عنده مال للإيجار لشقة صغيرة حقيرة غير مناسبة. ما عندك سيارة تليق بشأنك، ولكن عندك سيارة. كم من البشر ما عندهم سيارة أصلا، لا يملكون سيارة ولا يملكون حتى دراجة هوائية. كم من البشر؟ مئات الملايين أو أكثر. الأمراض والأعراض
التي تهجم عليك، هناك أناس بالملايين وأكثر يعيشون بأمراض سوف لا تنتهي إلى آخر أعمارهم بالوضع الطبيعي. عندك مشكلة مع شخص يؤذيك، كم من البشر الناس لا يؤذونهم، يعذبونهم. أنت لا تعذب، تؤذى. في أي مجال من مجالات الحياة المادية هناك ملايين أسوأ حالا منك، أنت أحسن منهم، ملايين في كل مجال. أي مجال، ضع المؤشر على أي مجال من المجالات المادية، أنت أحسن حالا من الملايين من البشر. في الجمال، شخص قبيح المنظر، كم من الناس أقبح منه منظرا. في النعم التي هي في أجسامنا، كم من الناس ما عندهم هذه النعم. العين، الأذن، اللسان، اليد، الرجل، الأعضاء الداخلية، الكبد، الكلى. كم من الناس عندهم مشاكل في هذه الأعضاء؟ دائما نريد أن ننظر إلى النعم التي نفتقدها، انظر إلى النعم التي هي موجودة عندك وغيرك محروم منها، غيرك الكثير الكثير محروم منها. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. لا تمد عينيك، دائما ذاك عنده الشيء الذي أنا ما موجود عندي، أو بالصورة التي هي غير موجودة عندي، بالكيفية التي هي غير موجودة عندي، بالكمية التي هي غير موجودة عندي. لا تمدن عينيك. الكليني رضوان الله تعالى عليه في كتاب الكافي الشريف يذكر حديثا بسند صحيح عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، يخاطب حمران بن أعين، يقول له: يا حمران، انظر إلى من هو دونك في المقدرة ولا تنظر إلى من هو فوقك في المقدرة. انظر إلى من هو أسوأ حالا منك، لا يوجد. دائما يشتكي من زوجته: زوجتي تؤذيني. لنفرض أنها غير محقة في إيذائك، لنفرض. أحيانا من حقها أن تؤذيك، أحيانا ليس من حقها أن تؤذيك. هي أحسن من غيرها. كم من الناس زوجاتهم يؤذونهم أكثر من إيذاء زوجتك لك؟ كم من الناس مشاكلهم مع زوجاتهم أكثر من مشاكلك مع زوجتك؟ زوجتك زينة، أحسن من غيرها. صديقي ليس بمستوى تفكيري، صديقي يؤذيني، صديقي كذا. صديقك أحسن من صديق غيرك. الناس كانت ولا زالت وستكون
في كل العصور، عندهم أصدقاء يعذبونهم، أصدقاء يقتلونهم، أنت صديقك لا يقتلك، يؤذيك فقط. انظر إلى من هو دونك، هذا في الأمور الدنيوية، سواء المادية مثل هذه الأمثلة أو المعنوية. أنت في الدنيا متنعم، أنت في الدنيا متنعم بنعمة أثمن من الدنيا وما فيها. أنت عندك نعمة الولاية، ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. كم من البشر محرومون من هذه النعمة العظمى؟ كم مليار؟ هذه النعمة الوحيدة فقط، خذ فقط هذه النعمة، كانت تسوى هذه النعمة أن تسلب منك جميع النعم الدنيوية وأنت أحسن حالا من غيرك، هذه النعمة الوحيدة فقط. فكيف وأنت متنعم بكثير من النعم المادية؟ يعني لو كنت لا تملك أي نعمة في هذه الدنيا إلا هذه النعمة كانت تكفيك. مع هذه النعمة ومع هذه النعم، إلى متى الشكوى؟ إلى متى التذمر؟ عدم الرضا، السخط بما قدر للإنسان، أيا كان ما قدر، أيا كان. هذا في المجال الدنيوي. أما في المجال الأخروي، لا، دائما انظر إلى الأعلى. النصوص الشريفة تؤكد على النظر إلى الأعلى، إلى من هو أحسن حالا منك. مع ظروفه التي هي أصعب منك، وفي ذلك فليتنافس. ليتنافس لامول أمر، هذا واضح، أمر بالتنافس في الأمور الأخروية، تنافس مع غيرك. فليتنافس المتنافسون، سابقوا، هناك آية، سارعوا، المسارعة في مقابل التأجيل، في مقابل التسويف، ليس بالضرورة أن يكون هناك شخص آخر. أنت لا تؤخر عمل الخير بعد دقيقة، الآن عمل الخير، هذا مسارعة. آية قرآنية أخرى، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا يعني يوجد هناك شخص آخر، مسابقة، لا تسمح له أن يفعل النعم، العبادة، الشيء الذي يجلب الغفران، مغفرة من ربكم، الذي يجلب الجنة، أنت اسبقه. شخص يحتاج إلى مساعدتك، شخص يحتاج إلى خدمة تقدمها أنت له، أنت أو غيرك، لا تسمح لغيرك أن يقدم هذه الخدمة، أنت اسبق. سابقوا، المسابقة في الأمور الأخروية، أنت اسبق غيرك، غيرك في الأمور الأخروية. انظر من هو يصلي أحسن من صلاتك، من يؤدي واجباته أحسن منك، من يؤدي المستحبات أحسن منك، من يخدم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أكثر وأحسن منك. صلاتك عادية، انظر إلى من يصلي بخشوع. صلاتك بخشوع، انظر من يصلي بخشوع كبير. صلاتك بخشوع كبير، انظر إلى صلاة سلمان سلام الله عليه. دائما انظر إلى الأعلى. ليتنافس، سابقوا. كان هناك رجل دين، بعضكم تتذكرونه، توفي رحمه الله، كان يأتي إلى هذا البلد بين فترة وأخرى، وضعه عادي جدا،
مع ذلك تمكن في مجاله، في مجال معين، تمكن أن يؤسس لعلي لا أبالغ إذا قلت عشرات المؤسسات الدينية أسسها، مع أن حياته الاقتصادية كانت ضعيفة جدا دون الحد المتوسط، فقير، كان يعتبر من الفقراء، ما عنده أموال. عمله في تحصيل الأموال لنفسه كان لفترة قصيرة، أكثر أعماله كانت في خدمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، في خدمة الناس. إنسان فقير، ما كان عالما كبيرا ولا كان خطيبا مفوها، حتى ما كان يجيد اللغة العربية، بصعوبة يتكلم باللغة العربية، ويسافر إلى بلاد عربية طبعا، المجتمع غير عربي هو. ما كان يمتلك قوة، ما كان يمتلك وجاهة اجتماعية، إنسان عادي لا دون المستوى العادي، تمكن أن يؤسس لعله عشرات المؤسسات. وبعضكم من هذا البلد ذهبتم ورأيتم بأعينكم المؤسسات التي أسسها، مؤسسات تثقيفية، مؤسسات خدماتية، مؤسسات دينية، مساجد، حسينيات، مستوصفات، مكتبات، مدارس للأطفال، عادة للفقراء في المجتمعات الفقيرة. هذا الشخص يلزم أن يكون أسوة لي أنا وأمثالي، بإمكانيات أضعف من إمكانياتي صنع شيء أكثر مما أنا صنعت. يلزم أن أنظر، أن أنظر إليه. لا أقول الحمد لله، الحمد لله الشكر طبعا شيء حسن، الحمد لله شيء حسن، لا، لا يكتفي الإنسان أنا أسست مؤسسة، هو بظروف أصعب، بإمكانيات أقل، أسس أكثر منك. فيلزم أن أنظر إليه وأتعلم منه، أتأسى به في هذا المجال. بعض الفقراء، وتعرفون وأعرف، أعرف نماذج ونماذج، فقراء، فقراء خدم في هذا البلد، يعني ترك أهله، ابتعد، اغترب ليعيش حياة كريمة، لا يريد أن يمد يده إلى الناس، أصبح خادماً. طبعا الخادم يؤذى في كثير من الأحيان، يتحمل كل هذه الصعوبات ليعيش حياة كريمة، يحصل على شيء قليل من الأموال، لا عنده بيت، لا عنده سيارة، لا عنده شيء. يوم رأس السنة يؤدي خمسه، أنا أعرف وأنتم تعرفون، خمس قليل، ما عنده شيء، ولكن هذا القليل يخمسه، يؤدي واجبه. اسألوا مكاتب المراجع، بعض الناس يأتي يؤدي خمس ألف تومان، ألف تومان يعني أقل من مئة فلس، معنى ذلك أن ربحه في هذه السنة كان 5000 تومان، يعني أقل من نصف دينار، ما عنده شيء ولكن يخمس، هذا الذي عنده، واجبه يؤديه. وبعضنا الله عز وجل أنعم عليه بأموال كثيرة، يستصعب أصلا، لا يفكر أن يؤدي الخمس، لا يفكر، إذا أدى الخمس يؤدي جزءا من الخمس، يؤدي جزءا ويستأذن في جزء وكذا، أنا ألف عذر وعذر لكي لا يؤدي جزءا من الخمس. أحد التجار كان يقول، توفي رحمه الله، كان يقول نحن التجار من الصعب علينا أن نؤدي الخمس، الفقراء سهل عليهم أداء الخمس، خمسه نصف دينار، خمسه دينار، خمسه 20 دينار، سهل، أنا 5 ملايين أريد أن أخمس أموالي، أرباحي في هذه السنة 3 ملايين، 5 ملايين،
صعب. نصف دينار للفقير كخمس ملايين لك، هو كل ربحه 5000 تومان نصف دينار أو أقل، أنت ربحك 5 ملايين دينار كويتي. وثم هو بحاجة إلى هذا النصف دينار، بحاجة إلى هذا الخمس الذي يدفعه. أنت لست بحاجة إلى المليون الذي تدفعه خمسة، أموالك تزيد لا أكثر، وضعك أفضل وضع، لا سيارتك تتغير لا دارك تتغير، أموالك، حب جمع المال فقط لا شيء آخر. أنت تستصعب، هذا الشخص يحتاج إلى المبلغ الذي يدفعه خمسا. يقول الله عز وجل ملكني 4 أخماس، قال الخمس ليس لك، يجب عليك أن تدفع خلاص. ثم أنتم تعرفون وأنا أعرف بعض التجار يؤدون خمسهم إلى الدينار الأخير، كيف تمكن؟ فقط أنت لا تتمكن، خمسك أنت كثير، خمسه أيضا كان كثيرا ودفع. يوجد مثل هؤلاء التجار؟ نعم يوجد، إلى الدينار الأخير يدفعون الخمس، بعضهم يدفع أكثر من الخمس الواجب، وهو ممنون لإمامه وهو يشكر إمامه أن وفقه لذلك من دون منة، وهذا هو الصحيح، الإمام له منة علينا. فقط أنت لا تتمكن، اعتذر ليس مهما، اعتذر بألف عذر، لعل الأعذار تنطلي علي، أما على الله لا تنطلي. في يوم القيامة الله عز وجل عنده ميزان دقيق، ولله الحجة البالغة. في الرواية الشريفة أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالناس يحتج عليه في يوم القيامة، لماذا ما صنعت الشيء الواجب الفلاني؟ لماذا ارتكبت الحرام الفلاني؟ قل، يقول الله، يأتي له بحجة، يأتي بالزنات، أجلكم الله جميعا، لماذا فعلتم هذا العمل القبيح الوسخ، هذه الفاحشة لماذا ارتكبتموها؟ يقولون هؤلاء النساء ملبسهم الكذائي، المرأة الفلانية غرتني. الله عز وجل يأتي لهم بيوسف الصديق على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، يقول لهم هذا وضعه كان أصعب من وضعكم، المرأة التي رآها يوسف كانت أجمل بكثير من المرأة التي رأيتها أنت. يوسف من الناحية الظاهرية كان بمثابة، من الناحية الظاهرية عبد عندها، هي أمرته. أنت في الشارع تمشي وراء هذه المرأة وتلك المرأة، يوسف الصديق، المرأة سدت الأبواب؟ لا. أغلقت الأبواب؟ لا، غلقت الأبواب. القرآن يقول غلقت الأبواب، مبالغة في شدة إغلاق الباب، يعني قفل وراء قفل. بالإضافة إلى ذلك تهديد، ليسجنن، نص القرآن الكريم، تسجن، تسجن يوم يومين 3 أيام، لا سنوات، وبالفعل سجنوه. أبدا، ما عصى الله عز وجل، ما نظر نظرة محرمة. أنت حجتك بالغة أمام الله عز وجل؟ أبدا. احتج لي، اعتذر لي، أنا أقبل، أنا تنطلي علي الأمور، الله لا تنطلي عليه الأمور. الخلاصة، في الأمور الدنيوية ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك في يوم القيامة الجنة، ورزق ربك خير وأبقى. هذه الآية في جانب، آية أخرى أعجب من هذه الآية، هذه الآية تقول ولا تمدن عينيك،
آية قرآنية أخرى تقول ولا تتمنوا، تحت تمني، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. خلاص الآيات لا تقول لا تسعى، لا، طريقة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كان الساعي، القرآن يقول بالساعي، هذا شيء حسن، عينك لا تكون على من هو أحسن حالا منك، لا تتمنى، ليتني أنا كنت مكانه، هذا الشخص شخصية سياسية، هذا الشخص ثري، هذا الشخص في صحة كاملة، هذا الشخص عنده أبناء، هذا الشخص عينه قوية، لا تتمنى، عندك شيء عظيم، هذا الشخص زوجته مطيعة، أنا زوجتي تؤذيني، زوجتك أحسن من غيرك، ليست أحسن من غيرك؟ ليست أحسن من زوجات غيرك؟ زوجتك مثل فلانة؟ لا، مهما كانت اشكر ربك الحمد لله، زوجتي ليست مثل فلانة، ارضى، لا أقول اصبر، أقول ارضى، أقول اشكر في الأمور الدنيوية. وفي الأمور الأخروية إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم، وجه يشع من النعم، تنظر إلى وجهه تعرف أنه متنعم، تعرف في وجوههم نظرة من النظارة ليس من النظر، نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تقديمه ما حقه التأخير يفيد الحاصر، ليتنافس فعل، بعده الفاعل المتنافسون، بعد الفاعل المفعول، في ذلك بمثابة المفعول، يعني العبارة الطبيعية فليتنافس المتنافسون في ذلك، الله عز وجل قدم في ذلك، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، يعني فقط في هذا يلزم أن يكون تنافس، التنافس كله غلط إلا التنافس في هذا، التنافس في الآخرة، بقية التنافس، بقية أصناف التنافس كلها غلط، حصر. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تنافس في الآخرة وفيما يؤدي إلى الآخرة، تريد أموالا أكثر لكي تخدم دينك، لكي تخدم أهل البيت أكثر، حسن، تريد قوة أكثر لكي تخدم، حسن، أما تريد قوة أكثر تتنافس على القوة، تافه، غلط، تريد علما أكثر للدنيا، غلط، تافه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الحديث الشريف قرأته لكم أكمله، حديث صحيح في الكافية الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام قال، احفظوا هذا الحديث يا حمران، الخطاب إلى حمران، وأنا حمران وأنت حمران وكلنا حمران، الخطاب إلى الكل، يا حمران انظر إلى من هو دونك في المقدرة، في المقدرة، في المقدرة، في المقدرة، الدال ثلاثية كلها صحيحة، انظر إلى من هو دونك في المقدرة ولا تنظر إلى من هو فوقك في المقدرة. ما هي فائدة هذا النظر؟ الإمام عليه الصلاة والسلام يذكر فائدتين من الفوائد، فإن ذلك أقنع لك بما قسم لك، تكون قانعا، اترك ثواب القناعة، القناعة آثار القناعة الدنيوية كم هي؟ القانع يعيش في صحة جسمانية أكثر من غيره،
القانع يعيش في صحة النفسية أحسن من غيره، صحيح أم لا؟ هذا لعله من الأمور الواضحة. الإنسان القانع يعيش في صحة جسمانية، الذي يقنع به ما عنده دائما لا ينظر إلى الأعلى، فلان عنده الشيء الفلاني، فلان عنده الكذا، هذا يتعب جسمه ويتعب نفسه، ناهيك عن الثواب في القضية الدنيوية. فإن ذلك أقنع، هذه الفائدة الأولى، أقنع لك بما قسم لك، هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، وأحرى أن تستوجب الزيادة من ربك. القانع يكون شكورا. ما هي نتيجة الشكر؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. يشكر القانع، دائما يرى وضعه أحسن من غيره، دائما يرى الذي هو أدنى منه فيشكر. نتيجة الشكر الزيادة، لئن شكرتم لأزيدنكم. وأحرى أن تستوجب الزيادة من ربك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصابرين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الراضين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج مهدي آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بحقه وبحقهم لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.